شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية على التنظيم هذا. اليوم يعني كانت مباراة يعني متوسطة الأداء بحكم يعني تفوق فريق آفاق، شركة آفاق المستقبل على الفريق الآخر بحكم الخبرة، حكم يعني ممارسة اللعب في رمضان في الدورات القوية اللي تقام في المملكة العربية السعودية بحكم أنهم نجوم من المملكة، فأكيد الخبرة يعني كانت تميل لهم. والمباراة يعني الحمد لله انتهت، يعني فريقين يعني قدموا أداء جيد وممتع للجماهير إن شاء الله. اللجنة العليا للمشاريع والإرث أكيد يعني كان لهم دور جبار، دور يعني واضح وشفناه من يوم أعلنوا عن عودة البطولة وإقامتها السنة هذه، وإحنا من دعاية لدعاية يعني تشويق للجماهير الخليجية والجماهير السعودية. الفريق السعودي أتوقع فيه نجوم سعوديين مشاركين في فرق ثانية، فهذا أكيد يعني اللجنة ما قصرت بعودة البطولة هذه بدعم الرياضة في البحرين وعلى مستوى الخليج، وهذا الشيء واضح يعني في المشاركات اللي قاعد نشوفها واللي قاعد يصير حتى من اللجنة المنظمة، يعني ما قصروا صراحة ونشكرهم. بالنسبة لإقامة كأس العالم في قطر 2022 أتوقع راح يكون ناجح، يعني بما أن يعني رئيس الدولة في قطر هو بنفسه قائم على الملف هذا، على يعني جهوده اللي يعني قاعد نشوفه في تطور المنشآت الرياضية وأيضا إقامة المشاريع وإنشائها بشكل عاجل، ويعني تجذب السياح حتى الناس الأوروبيين اللي هو هذا الكأس العالم هو لهم، يعني أغلبها يعني من أوروبا، منشآت وأشياء سياحية بدأت تنشأ وبدأت في أشياء جاهزة، يعني إحنا رحنا قطر حتى المنشآت بعضها شبه جاهزة، فأتوقع راح يكون يعني شيء ناجح ومنظم، ترتيب جميل جدا، والله يوفقهم.